بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يعني كل سنة. السيد الرئيس قال المواجهة يعني حنا الواقع هو كيف نخلقوا واحد المجتمع حضاري. بدأنا نلاحظ وجود بعض تأويلات القرآن الكريم بناء على اللسانيات الحديثة. هاد الناس اللي بداو كيفسروا القرآن كيقول لك لا ونفسروا على حساب واقع المجتمع وأن المجتمع تغير وتطور وأن ديك التفاسير القديمة مابقاش صالحة لهذا المجتمع. القرآن المنزل نزل صالح لكل زمان ومكان، متفقين هادي عليها. بقى التفسير ديالو هل هو فعلا صالح؟ التفسير هادوك الناس اللي يفسروا تفسير أنواع، يا إما تفسير القرآن بالقرآن، يا إما تفسير القرآن بالسنة، يا إما تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. علاش؟ كانوا شاهدوا النزول وعارفين أسباب النزول وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الصحابي يسأل فيأتي قول الله عز وجل ينزل ليبين تلك الواقعة. فبالتالي يمكن هنا أن نطور في هذا التفسير. هذا بقى التأويل، هل يمكن أن نؤول اليوم؟ اليوم اللي كيأولوا بناء على ماذا؟ واش على اللغة العربية؟ أو اللي كيسمي لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين أو الذي يسميه الإمام الشاطبي في الموافقة معهود العرب. معنى القرآن اللي نزل اللي جاو الصحابة ما عرفوش معنى الكلالة، ما عرفوش معنى وفاكهة وأبا، ما فهموش معنى الأب. لين رجعوا لغة العرب، فين الشعر العربي الجاهلي؟ لأن هذاك هو كان المعتمد والمستند. مكاينش يجوا اليوم ويقولوا ولا هذه تقدر تحتمل كذا وكذا بناء على التطور. إذا هذا ضرب من الخيال، هنا كنفسروا القرآن بالهوى وليس بالقواعد المعلومة المعروفة. مايمكنش الآن نجيو ونأولوا القرآن بغير القواعد التي عليها. جاءت هذه فعاليات هذه الندوة بمناسبة الأسبوع الثقافي الذي تنظمه مقاطعة مغوغة تحت عنوان المرأة العاملة، وكانت المداخلة عبارة عن بيان لتكريم المرأة من تكريم الإسلام للمرأة. الإسلام كرم المرأة، وكان عنوان المداخلة عمل المرأة بين إباحة الشرع وإجحاف المنع، وبينت فيه كيف أن الإسلام أعطى المرأة حق التعليم وحق العمل وحق المشاركة في الحياة العامة، سواء كانت مشاركة اجتماعية أو سياسية أو علمية أو ثقافية. وجاءت هذه الندوة يعني نظرا لتعالي مجموعة من الأصوات التي ترفض عمل المرأة، فبينا فيه أن هذا العمل قد أباحه الشرع، مع ذكر نماذج من عمل لبعض الصحابيات اللواتي كنا امتهنا سواء مهنة التمريض أو بعض المهن الأخرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في عهد الصحابة بعده. دونك هنا لاحظوا كيفاش يوظف الدين لفائدة الذكورية، كيف كنوظفوه دائما في الغالب كنوظفوه، ومن اللي كنبغيو نهضروا على حقوق النساء هو كيكون العثرة الأولية. وهذا المغزى ديال السؤال ديالك أستاذتي، كيف نوظف الدين؟ المداخلة ديال الأخت كريمة كانت جد مهمة لأن أعطتنا واحد التناول جد متقدم، تناول جد نير، لأن مقاصد الشريعة شنو هي؟ مقاصد الدين السمح ديالنا هو أننا كيف نحقق العدالة بين بني البشر، كيف نحقق الوصول للغاية الكبرى ديالو. مقاصد الشريعة هو أننا نحقق المساواة، أننا ما يكونش عندنا حيف، ما يكونش عندنا ظلم. لماذا يسكت العلماء ورجال الدين أمام واحد الحيف اللي كان صارخ وعانوا منه النساء السلاليات، عانوا منه النساء وباقي لحد الساعة كاين اللي كتم ماشي بالتراضي، راه ما عمرها كانت مسألة التراضي، لأن عندما لا تصل للانتفاع بحقك راه كيولي واحد الغبن كيفاش كتجيري وكيفاش. شاركت اليوم في الندوة اللي نظمتها مقاطعة مغوغة، الندوة اللي تنظمت لتخليد اليوم العالمي للمرأة، دونك كانت جد مهمة. علاش؟ لأنها بقت في قلب الموضوعة ديال 8 مارس وهي موضوعات النساء العاملات. تناولت أنا في المداخلة ديالي النساء العاملات من منظور النوع الاجتماعي. علاش منظور النوع الاجتماعي؟ لأنه كيمكننا نفككوا العلاقات ديال العمل التراتبيه اللي فيها، العلاقات ديال المبنيه على الجنس في العمل، نكشفوا واحد الوجه اخر من العمل اللامرئي ديال النساء، لان ملي كنحللوا شنو هما الاعمال اللي كيقوموا بها النساء، واش فقط نعتبر الاعمال اللي كيقوموا بها في سوق الشغل، ولا كاين عمل اخر لامرئي وهو العمل المنزلي اللي النساء كلهم كيساهموا فيه وكيقوموا به بدون ما يتعتبر لا في لا كونطابيليتي ناسيونال ولا
يتم الاعتراف به، وبالتالي كيبقاو النساء اللي ما كيكونش عمل عندهم عمل مأجور عمل في السوق عرضة للضياع، لأن ما كتوفر لهم لا حماية اجتماعية ولا حتى حاجة. اللي كنلاحظوه وكنلمسوه في القوانين دابا المدونة ديال الأسرة اللي حنا دابا كنطالبوا بالتعديل ديالها، لأن ملي جات التطبيق وطبقنا هاد النصوص ديال المدونة جبرنا بزاف ديال الإكراهات، ما قدرناش ننزلوها على أرض الواقع. منا النفقة، منا تطليق الشقاق اللي صبحت المرأة ملي كتقدم تطليق الشقاق منعوها من المتعة، منا زواج المرأة الحاضنة اللي كتزوج وكتزولوا لها الأبناء ديالها، هذا كله عنف قانوني ممارس على النساء. إذا هنايا حنايا هاد المسألة هادي راه خص المشرع، خص المشرع هاد المشرع حتى ملي غادي يحط خصو يحط حتى الطريقة ديال التنزيل وديال التنفيذ، راه ملي كيكون نص وما كنقدروش ينزلوه راه كيبقى نص جميل، ما كنقدروا نعملوا والو، ما كيحقق والو، ما كيحققنا حتى شي حاجة نهائيا. إذا باقي شوف هو غير المسار، المسار باقي طويل مريض وباقي مريض في حقيقة الأستاذ، راه باقي النضال وباقي خصنا نخدموا على بزاف ديال المسائل. كان لي الشرف أنني نساهم اليوم في هذه الندوة اللي نظمتها مقاطعة مغوغة من أجل المرأة العاملة، وكان المداخلة ديالي المرأة العاملة في مدونة الشغل. تطرقنا لعدة نقط أساسية اللي تناولناها، هو الفصل 9 من المدونة ديال الشغل واللي كينص على عدم التمييز أو منع التمييز بين الجنسين داخل مؤسسات صناعية ومؤسسات العمل بصفة عامة. كذلك تطرقنا للمشكل العويص اللي كتعاني منه المرأة العاملة، هو مسألة التحرش الجنسي واللي نص عليها الفصل 40 من المدونة ديال الشغل، واللي أعطى لواحد الحماية من المرأة، هي أن المرأة التي تعاني من عنف جميع أشكال العنف وخاصة التحرش الجنسي، فالمغادرة ديال العمل نتيجة لهذه المسألة هذه اعتبرت أن المرأة العاملة تم الطرد ديالها بصفة تعسفية.